عربة بابا نويل لا تجرها الغزلان في الموصل، بل يدفعها قريبه جراء إصابته بالشلل خلال حرب التحرير. لا يتوارى عن أعين الأطفال. ها هو الشرطي السابق أحمد رجب يتهيأ لارتداء زيه لإدخال السرور على قلوب الأطفال، فهو أيضا لا يتوارى عن الأنظار، بل يتجول جهارا بين أزقة المدينة القديمة مقدما الهدايا للصغار لإشاعة الفرح في نفوسهم. جينا نفرح هاي الأطفال بهاي المنطقة اللي عانت وتضررت بسبب الحرب وبسبب عصابات داعش اللي دمرت المدينة ودمرت هاي المنطقة اللي كانت أهلها وناسها عايشين بحياة سعيدة وحياة حلوة وجميلة. إصابة أحمد لم تعقه عن تسلية أطفال مدينته، فهو يعرف ما يحبون حينما يخرج الحلوى والهدايا من حقيبته ليقوم بتوزيعها عليهم وهم يلعبون ويتحلقون من حوله. ما اعتبر نفسي من ذوي الإعاقة. عندما تعتبر نفسك معاق انه خلاص انت تحطمت امالك وحياتك، ما تقدر تعمل. لا، احنا نقدر نعمل ونقدر نقدم ونقدر نساعد ونقدر كل شيء نقدمه. عندنا ابطال من ذوي الإعاقة. مبادرة أحمد حظيت بترحيب شعبي من أهالي الموصل، إذ أكدوا حاجة أطفالهم إلى هذه المبادرات، فالركام ما يزال شاهداً على ما ذاقته هذه الأزقة من ويلات حرب لا تزال تدفع ثمنها حتى الآن. هذه المدينة القديمة تحتاج إلى رفع المعنويات لهم بطقوس رأس السنة الجديدة وبالعيد ميلاد المسيح عليه السلام، فهاي الأطفال يريدون فرحة، لأن المدينة القديمة فاقت الأمرين. فاقد الشيء لا يعطيه، لذلك فإن إصابة أحمد كما يرى ليست إعاقة، لأنه قادر على إعطاء الفرحة وإدخالها إلى أنقى القلوب وأحواجها إليها، بل ما يزال قادرا على رسم صورة التعايش السلمي في المدينة. قاسم الزيدي، UTV الموصل.